انطلاق فعالية قوافل الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تضم فعالية قافلة الخير توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية أحد كيانات التحالف، وصلت قافلة الخير إلى قرى محافظة البحيرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بها. قافلة الخير نازلين تحت مظلة التحالف الوطني قرية العزيرة تبع مركز وادي النطرون. الأسر في القرية أكثر احتياجا، عمالة غير منتظمة، عمالة باليومية، جايين نفرحهم بجزء بسيط جدا وهي إن احنا نوفر لهم الأجهزة والأساس. 75 جهاز عيني لحوالي 43 أسرة، جزء بسيط جدا جدا بين اللي يستحقوه يعني. طبعا ده ما نقدرش نعمله غير في مظلة التحالف الوطني. هي الميزة فيها انها بتجمع الجمعيات كلها، فنقدر نوصل لاماكن ما كناش عارفين ان محدش بيوصل لها. القافلة دي شاملة، هنوزع فيها اجهزة للعرايس، عملنا استكشاف كتير قوي، والنهاردة نازلين للاسر المحتاجة اكثر احتياجا، هنوزع لهم اجهزة كهربائية، ودي كلها القافلة كلها بمناسبة مرور 8 سنوات على فكرة قطار الخير. قافلة طرد جميل دي بنوزع فيها 75 جهاز وقطع اساس على اسر هنا في قرية الزمير في وادي النطرون. احنا عملنا هنا استكشافات للأسر ولقيناهم هم مستحقين، فاحنا الحمد لله قدرنا بمساعدة المتبرعين يعني ان احنا نوفر الأجهزة ديت ليهم. طبعا الايفنت معمول بالتعاون مع جمعية رسالة وتحت رعاية التحالف الوطني. احنا موفرين بوتاجازات، غسالات، سراير بالمراتب بتاعتها، ده على حسب الاستكشاف هنا لمعظم الأسر. بنشوف هم محتاجين ايه، احنا بنحاول نوفره لهم. طبعا احنا في حاجات هنا تاني بيبقى الأسر محتاجينها زي قوافل طبية وحاجات زي كده، الحمد لله قدرنا ان احنا نوفرها النهاردة برضه. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة الخير بهدف المساهمة في تقديم الدعم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وللأسر الأولى بالرعاية في قرى محافظة البحيرة كجزء من نشاطه التنموي بكل محافظات مصر وقراها.